الخصية نفسها، الدوالي بتؤثر على درجة حرارة الخصية. الخصية عضو مهم جدا في الجسم، الغرض منه هو إفراز وإنتاج الحيوانات المنوية. ربنا سبحانه وتعالى مخلي الخصية بتاعت الرجل خارج جسمه علشان درجة حرارة تكوين الحيوان المنوي هي درجة حرارة 34 درجة مئوية، تمام. في حين إن درجة حرارة تكوين البويضة للزوجة هي 37. فعشان كده نجد إن المبيض بتاع الزوجة داخل الجسم، أما الخصية مصنع الحيوان المنوي للرجل هي خارج الجسم. طيب ربنا سبحانه وتعالى مخلي الخصية نفسها حواليها عضلة اسمها الدارتوس ماسل مبطنة للكيس الصفن، الغرض منها إنها لما نكون في جو حر الخصية نفسها بترهرت لتحت، تنزل لتحت وتبتدي تتحرك وتنزل إفرازات شمعية. الغرض من الإفرازات الشمعية دي إنها تعكس الحرارة، الحرارة بتاعت الخصية نفسها تنزل لدرجة 34. أما لما نيجي في وقت الشتاء زي الفترة إحنا داخلين عليها، الخصية نفسها العضلة بتنقبض وترفعها للجسم عشان تقدر تأدجست درجة حرارة التكوين المنوي إلى درجة حرارة 34. طيب لما نكون إيه هي الدوالي وإيه مفهوم الدوالي؟ الدوالي هي عبارة عن تجمعات دمية بجانب الخصية. التجمعات الدموية ديت الغرض بترفع درجة حرارة الخصية إلى درجة حرارة 37. ومما لا شك فيه إن لما درجة حرارة الخصية ترتفع إلى درجة حرارة أكتر من 34 وترتفع إلى درجة حرارة الجسم العادية اللي هي 37، ده وبلا شك هيأثر على إنتاج الحيوان المنوي من حيث العدد ومن حيث الحركة ومن حيث القدرة الإخصابية بتاعته والنضج الكامل اللي يقدر يعمل إخصاب كامل للبويضة. ومن هنا علشان نقدر نحكم هل الحيوان المنوي تأثر أو لم يتأثر، يبقى هنا من الضروري إن احنا نعمل تحليل السائل المنوي. تحليل السائل المنوي دوت بيتعمل من 3 إلى 4 أو 5 أيام من آخر إنزال أو آخر إفراز للسائل المنوي، اللي هو لو واحد متزوج بيكون عن طريق علاقة زوجية، أو إنزال عن طريق احتلام أو بخلافه في واحد غير متزوج. ضرورة إن احنا نعمل تحليل سائل منوي ده مهم جدا عشان نشوف مدى درجة تأثير العدد والحركة للحيوان المنوي بالدوالي نفسها. وإذا كانت الدوالي متأثرة عليها، يبقى هنا في الحالة إن احنا نعمل دوالي في السن ده ما فيهاش أي مشكلة، وهي لا تمثل خطورة بالنسبة للولد في أي سن من السنين. النقطة المهمة جدا إن الفحص الإكلينيكي في شاب عنده دوالي من الدرجة الثانية ودوالي من الدرجة الثالثة منذ الصغر أو منذ عمر أكبر يعني بكتير من المرحلة اللي هو فيها دلوقتي، فده مهم جدا إن احنا نعرف حجم الخصية هل هو تأثر أم لا. فإذا كان إن حجم الخصية تأثر، يبقى في الحالة دي الدوالي تعتبر ضرورة، وإن ما كانش يبقى احنا في الحالة دي بنبتدي نقيم الوضع أكوردنج للحالة اللي قدامنا شكلها إزاي. الدوالي بالنسبة لحضرتك لا تمثل عائق خطير، وده عملية بسيطة جدا ما فيهاش أي مشكلة خالص، ومفيش داعي من إرجاء حاجة ممكن يستفيد منها، لكن مدى الضرر الواقع مش هنقدر نبنيه غير لما نعمل تحليل سائل منوي سليم وفي مكان متميز يقدر يقول لنا إذا كانت الحالات المنوية متأثرة أم لا.